السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم. واللي هنتكلم فيه النهارده عن 78 حقيقة من مونديال كأس العالم قطر 2022. طبعا احنا عارفين ان بطولة كأس العالم قطر 2022 بقالها 3 ايام خلصانة، لكن فيديوهاتنا عن سلسلة كأس العالم قطر 2022 لسه ما خلصتش. فعشان كده عاوزينكم في كل الفيديوهات اللي جاية تتابعوها بكل اهتمام، لاننا هنتكلم عن بعض الارقام الخاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022. ففي الفيديو ده هنتكلم ان بعد نهاية كأس العالم شفنا ان في 78 حقيقة من مونديال قطر 2022، وده تقرير رقمي عن بطولة كأس العالم قطر 2022. فخليكم معانا لغاية اخر الفيديو عشان تعرفوا كل ما يخص عن ارقام مونديالية في كأس العالم قطر 2022. خلاص انتهى بطولة كأس العالم قطر 2022، البطولة التي كانت تقام في دولة قطر في الفترة من 20 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر، وكان حصل في مونديال قطر 2022 تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4-2 بعد ما انتهى الوقت الاصلي من المباراة بالتعادل الايجابي 3-3. واعتبر العديد من المشجعين ان مونديال قطر 2022 هو الاقوى على الاطلاق عبر تاريخ بطولات كاس العالم، حيث يعتبر مونديال قطر 2022 الأكثر تهديفيا في بطولات كأس العالم ب 172 هدف. وشهدت البطولة بداية من دور المجموعات ولغاية المباراة النهائية العديد من الأرقام القياسية، وده اللي هنستعرضه في التقرير التالي. ففي الجولة الأولى من دور المجموعات، فبعد الخسارة أمام الإكوادور 2-0 أصبحت قطر أول دورة تستضيف بطولة كأس العالم وتخسر المباراة الافتتاحية في تاريخ البطولة. وكان الهدف الافتتاحي للاعب فالنسيا لاعب الإكوادور هي المرة الأولى في تاريخ كأس العالم اللي يتسجل فيها الهدف الافتتاحي في نسخة واحدة من البطولة من ركلة جزاء، يعني أول مرة في بطولة كأس العالم يكون أول هدف في البطولة من ركلة جزاء. وكان فوز إنجلترا على إيران 6-2 هو أكبر فوز على الإطلاق في مباراتها الافتتاحية في بطولة كبرى، سواء كان كأس العالم أو بطولة أوروبا. وكان هو الفوز التاسع لساوثجيت في بطولة كبرى أكتر من أي مدرب آخر لمنتخب إنجلترا. أما أمام السعودية خسرت الأرجنتين مباراة في المونديال بعد أن سجلت الهدف الأول لأول مرة منذ 1958 ضد ألمانيا، في حين كانت دي المرة الأولى اللي خسروا فيها بعد ما تقدموا في الشوط الأول منذ نهائي 1930 ضد الأورجواي. طبعا هنا بيتكلموا عن فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني، ان هو بعد ما سجلت أول هدف ان هي تخسر المباراة في النهاية، وان هي تبقى هي اللي بدأت ب التقدم في الشوط الاول وتخسر المباراة في النهاية. برضو الارقام بتتكلم عن الموضوع ده. واصبح منتخب فرنسا اول بطل يفوز
بمباراته الافتتاحية لبطولة كأس العالم منذ البرازيل في عام 2006 بفوزه على استراليا بنتيجة 4-1، وهو أكبر فوز على الإطلاق في الجولة الأولى بدور المجموعات لحامل اللقب. وأمام ألمانيا عادت اليابان من التأخر في النتيجة لتفوز بمباراة بكأس العالم للمرة الأولى بعد أن تعادلت مرتين وخسرت 11 من أصل 13 مباراة عندما تأخرت قبل ذلك. وبعد أن خسروا مباراتهم الافتتاحية في واحدة من أول 18 بطولة لكأس العالم، فوز في 13 وتعادل في 4، خسرت ألمانيا مباراتها الأولى في آخر نسختين من نهائيات كأس العالم. وأمام اليابان أصبح يوسف موكوكو 18 سنة وثلاث أيام أصغر لاعب على الإطلاق يظهر مع منتخب ألمانيا في إحدى مباريات كأس العالم. وكان فوز أسبانيا على كوستاريكا 7-0 أكبر فوز له في كأس العالم وأكبر هزيمة لكوستاريكا على الإطلاق في مسابقة كأس العالم. وفي سن 18 عام و110 يوم ضد كوستاريكا كان الأسباني جابي أصغر لاعب يسجل في كأس العالم منذ بيليه للبرازيل ضد السويد في نهائي 1958، أما كان عمره 17 سنة و249 يوم. ولم يكن كوستاريكا تسديدة واحدة ضد أسبانيا، وهي المرة الثانية على الإطلاق منذ عام 1966 اللي بيفشل فيها فريق في تسديدة في إحدى مباريات كأس العالم بعد كوستاريكا نفسهم ضد البرازيل في عام 1990. وتعادل الأورجواي مع كوريا الجنوبية بدون أهداف يعني ان 8 فرق مختلفة تعادلت في مباراتها الافتتاحية لكأس العالم 2022 0-0، وهو اكبر عدد على الاطلاق في نسخة واحدة من البطولة. وضد غانا اصبح الدون كريستيانو رونالدو اول لاعب يسجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم اللي هي كانت 2006 و2010 و2014 و2018 و2022. ودلوقتي هنروح للجولة الثانية من دور المجموعات وهنتكلم عن بعض الأرقام القياسية ليها في بطولة كأس العالم قطر 2022. فبعد الهزيمة أمام السنغال أصبحت قطر تاني دولة مضيف يتم إقصائها من الدور الأول لكأس العالم بعد جنوب أفريقيا في عام 2010. وأصبح فالنسيا لاعب الإكوادور رابع لاعب على الإطلاق يسجل 6 أهداف متتالية لمنتخب في المسابقة، إلى جانب أوديبيو لاعب البرتغال في عام 1966 وباولو روسي لاعب إيطاليا في عام 1982 وسالينكو لاعب روسيا في عام 1994. وضد إيران كان وايان هانسي حارس ويلز ثالث حارس مرمى يتم طرده في كأس العالم بعد حارس إيطاليا ضد النرويج في عام 1994 وحارس جنوب إفريقيا ضد الأورجواي في عام 2010. وفي الدقيقة 97 و56 ثانية كان هدف لاعب إيران ضد ويلز هو أكتر هدف فوز متأخر
يتم تسجيله في كأس العالم باستثناء الوقت الإضافي منذ عام 1966، وكان التعادل السلبي لإنجلترا مع الولايات المتحدة الأمريكية هو التعادل الـ12 بدون أهداف في كأس العالم وأكثر من أي دولة، في حين كان ذلك أول تعادل للولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق في المسابقة. وبفوزهم على اليابان أصبحت كوستاريكا أول فريق يستقبل شباكه 7 أهداف في مباراة واحدة، ثم يفوز بمباراته التالية في كأس العالم منذ باراغواي في عام 1958 لما خسر 7-3 قدام فرنسا وفاز في تاني مباراة 3-2 على اسكتلندا. طبعا احنا عارفين ان كوستاريكا كانت فازت على اليابان بنتيجة 1-0. وبعد التعادل 1-1 امام اسبانيا فشلت ألمانيا في الفوز في أول مباراتين في دور المجموعات في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، وكان هدف ألفونسو ديفيدز في مرمى كرواتيا هو الأول لمنتخب الكندا في نهائيات كأس العالم. في نفس المباراة أصبح القائد أول لاعب يشارك في 100 مباراة مع منتخب كندا، طبعا هو القائد إيتيبا. وتعادل الكاميرون ضد صربيا 3-3 جعلهم يصبحون ثالث فريق أفريقي يتفادى الهزيمة في إحدى مباريات كأس العالم بعد ما تأخروا بهدفين أو أكثر بعد جنوب أفريقيا لما اتعادلت 2-2 ضد البرغواي في عام 2002، وكوت ديفوار لما كسبت 3-0 ضد صربيا في عام 2006، وكانت دي المرة الأولى اللي سجلوا فيها 3 أهداف في إحدى مباريات كأس العالم. وضد صربيا أصبح فينسنت أبو بكر لاعب الكاميرون أول بديل بيسجل ويساعد في إحراز هدف في مباراة في كأس العالم لبلد أفريقي. وفي خسارتهم 3-2 أمام غانا أصبح تشو جو سونج أول لاعب من كوريا الجنوبية يسجل أكثر من مرة في إحدى مباريات كأس العالم، بينما أصبح أول لاعب آسيوي يسجل هدفين عن طريق الرأس في إحدى مباريات كاس العالم. وبعد الفوز على سويسرا اصبحت البرازيل الفريق الاول في تاريخ كاس العالم اللي لم يهزم في 17 مباراة متتالية من دور المجموعات بما في ذلك الجولات النهائية والتانية في النسخ السابقة. اما ارقام الجولة الثالثة من دور المجموعات فهتكون كالتالي، فأصبح جاكبو أول لاعب يسجل في جميع المباريات الثلاثة في مجموعة واحدة في كأس العالم لهولندا، وكان الهدف الثاني لماركوس راشفورد في فوز إنجلترا 3-0 على ويلز هو الرقم 100 في كأس العالم، بينما جعله ثاني لاعب في مانشستر يونايتد يسجل 3 أهداف أو أكثر لمنتخب إنجلترا في بطولة كبرى بعد بوبي تشارلتون في عام 1966. وفي إنقاذ ركلة جزاء ليون ميسي ضد الأرجنتين أصبح البولندي ثالث حارس مرمى على الإطلاق منذ عام 1966 ينقذ ركلتي جزاء في بطولة واحدة لكأس العالم باستثناء ركلات الترجيح بعد برات فيردل في عام 2002
لاعب آخر في عام 1974 وحصول السعودية على 14 بطاقة صفراء في دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022 هو رقم قياسي جديد لفريق في دور المجموعات في تاريخ المونديال. وفي فوزهم 1-0 على الدنمارك فازت استراليا وحافظت على نظافة شباكها في مباريات كأس العالم للمرة الأولى. وأصبح التونسي وهبي الخزري أول لاعب أفريقي في تاريخ كأس العالم يسجل في 3 نسخ متتالية، سجل هدفا في مرمى بلجيكا وبنما في عام 2018 قبل ما يسجل هدف في مرمى المنتخب الفرنسي في مباراته الوحيدة اللي شارك فيها بشكل أساسي في نسخة قطر 2022. وطبعا احنا عارفين ان وهبي الخزري كان اعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد نهاية مبارياتهم في كاس العالم قطر 2022. وبفضل فوزها على اسبانيا اصبحت اليابان ثالث فريق في كاس العالم يكون خاسرا في الشوط الاول ويعود للفوز بمباراتين في نسخة واحدة بعد البرازيل ما عملتها في عام 1938 وألمانيا في عام 1970. وامتلكت اليابان 18% فقط من الكرة أمام المنتخب الأسباني وهي أقل حصة من الكرة لفريق فائز في مباراة في كأس العالم على الإطلاق منذ عام 1966. وتم إقصاء ألمانيا من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم مرتين متتاليتين أيضا 2018 بعد أن كانت قد تأهلت من دور المجموعات في الدور الأول في كل مبارياتها من 16 السابقة في البطولة. وفشلت بلجيكا في التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب لبطولة كأس العالم لأول مرة منذ عام 1998. وأصبحت المغرب أول دولة أفريقية تتصدر مجموعتها في المونديال منذ نيجيريا في عام 1998 بعد تجميعه ل7 نقاط وهو الأكثر من قبل فريق أفريقي في مراحل المجموعات. وأصبحت الكاميرون أول فريق أفريقي يهزم البرازيل في المونديال فخسرت المنتخبات الأفريقية جميع المباريات 7 السابقة أمام البرازيل واستقبلت شباكها 20 هدف. وضد البرازيل كان فينسنت أبو بكر أول لاعب يسجل ويطرد في مباراة كأس العالم منذ زين الدين زيدان لما عملها في مباراة فرنسا ضد إيطاليا في نهائي 2006. وضد كوريا الجنوبية أصبح البرتغالي الدون كريستيانو رونالدو أول لاعب على الإطلاق يخوض 20 مباراة على الأقل في كل من كأس العالم 20 وبطولة أوروبا 25. ودلوقتي هنتكلم عن أرقام الأدوار الإقصائية فخليكم معانا وما تروحوش في أي حتة تاني. مع هدف واحد وتمريرتين حاسمتين ضد الولايات المتحدة الأمريكية أصبح دينسل دومفريس واحدا من 3 لاعبين يشاركون بشكل مباشر في 3 أهداف على الأقل في مباراة واحدة في كأس العالم لمنتخب هولندا بعد روب مرتين في عام 1978 ويوهان كرويف في عام 1974. وفي ظهوره رقم 1000 في مسيرته الكروية في المباراة ضد استراليا سجل الساحر ليليون ميسي في مراحل خروج المغلوب من كأس العالم لأول مرة للأرجنتين وكانت أهدافه 8 السابقة في المسابقات جميعها في خلال مرحلة
المجموعات. وأصبح الإنجليزي بيلينغهام أول مراهق يصنع هدف في مباراة خروج مغلوب في البطولة منذ عام 1966، وهدف جيرو ضد بولندا جعله هداف المنتخب الفرنسي على الإطلاق، متجاوزا الرقم القياسي السابق للاعب الكبير الغزال تييري هنري 51 هدف. وأمام اليابان أصبح الكرواتي ليفاكوفيتش ثالث حارس مرمى ينقذ ثلاث ركلات ترجيح في كأس العالم بعد البرتغالي ريكاردو في عام 2006 ضد إنجلترا وكرواتيا، دانيل سوبافيتش ضد الدنمارك في عام 2018. وتقدمت البرازيل على كوريا الجنوبية 3-0 بعد 29 دقيقة فقط، وكان ده أسرع تقدم لها بثلاث أهداف في مباراة واحدة في كأس العالم. وفي النهاية هذه هي المرة الثانية اللي سجلوا فيها أربع أهداف في الشوط الأول في مباراة في كأس العالم، كما فعلوا ذلك ضد المكسيك في عام 1954. وبعد دخول ويفرتون كبديل ضد كوريا الجنوبية استخدمت البرازيل جميع أعضاء فريقهم البالغ عددهم 26 في كأس العالم 2022 لتصبح أول دولة تستخدم هذا العدد من اللاعبين المختلفين في نسخة واحدة. وأصبحت أستراليا أول دولة في تاريخ كأس العالم تخسر أربع ركلات الترجيح، بينما كان الثاني فريق لم يسجل في واحدة بعد سويسرا ضد أوكرانيا في عام 2006. وأصبح الأسباني رودري أول لاعب يمرر منذ عام 1966 أكثر من 600 تمريرة في بطولة كأس العالم، واحدة 638. وكان سابقا هو أيضا لاعب أسباني 599 اللي هو كان تشافي في عام 2010. وكان فوز البرتغال على سويسرا 6-1 أكبر فوز على الإطلاق في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، حيث سجل 6 أهداف خارج دور المجموعات لأول مرة. وضد سويسرا أصبح بيبي اللي عمره 39 عام و289 يوم تاني أكبر هداف في تاريخ كأس العالم بعد روجي ميلا اللي كان عمره 42 سنة و39 يوم للكاميرون في عام 1994، وأكبر لاعب يسجل على الإطلاق في جولة خروج المغلوب في المسابقة. وبخسارته أمام كرواتيا بركلات الترجيح تم إقصاء البرازيل من كل من مبارياتها الست في دور خروج المغلوب في كأس العالم ضد المنتخبات الأوروبية منذ فوزها على ألمانيا 2-0 في نهائي 2002. وأصبحت البرازيل أول فريق في تاريخ كأس العالم يتم إقصاؤه من مباراة خروج المغلوب، حيث سجلوا الهدف الافتتاحي خلال الوقت الإضافي. وضد هولندا أصبحت الأرجنتين أول دولة على الإطلاق تفوز بخمس ركلات ترجيح في كأس العالم، وكان هناك 15 بطاقة تم إشهارها للاعبين في مباراة الأرجنتين وهولندا، وهو أكبر عدد في تاريخ كأس العالم متجاوزا مباراة الكاميرون وألمانيا في عام 2002 اللي كانت 14 بطاقة، 12 بطاقة صفراء و2 بطاقة حمراء. وأصبح المغرب أول فريق أفريقي يتأهل لنصف نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022. وأمام البرتغال أصبح الحارس ياسين بونو
وأول حارس مرمى أفريقي يحافظ على نظافة شباكه في 3 مرات في نسخة واحدة في كأس العالم. وتم إقصاء إنجلترا من دور ربع نهائي كأس العالم للمرة السابعة أكتر من أي فريق آخر في تاريخ المسابقة. وسجلت إنجلترا 13 هدف في كأس العالم 2022، وهو أكبر عدد من الأهداف سجلتها على الإطلاق في نسخة واحدة من بطولة كبرى، سواء كانت كأس العالم أو بطولة أوروبا. وأمام إنجلترا ظهر هوجو لوريس في المباراة رقم 143 مع منتخب فرنسا، وأصبح اللاعب الأكثر مشاركة في الفريق للمنتخب الفرنسي. وهدف هاري كين في مرمى السنغال جعله أفضل هداف في تاريخ إنجلترا في البطولات الكبرى 11 هدف، بينما جعل هدفه ضد فرنسا متساويا مع وايان روني في أكثر الأهداف المسجلة لفريق إنجلترا بشكل عام ب 53 هدف. وبفضل هدفه في كرواتيا أصبح ليونيل ميسي أفضل هداف للأرجنتين على الإطلاق في كأس العالم ب 11 هدف، وأول أرجنتيني يسجل في 5 مباريات مختلفة في نسخة واحدة من بطولة كأس العالم. وأصبح ليونيل ميسي أول لاعب يسجل ويصنع في 4 مباريات منفصلة في كأس العالم منذ نسخة عام 1966، وذلك كان ضد صربيا في عام 2006 وضد المكسيك وهولندا وكرواتيا في عام 2022. وأصبحت فرنسا أول دولة تصل إلى نهائيات كأس العالم مرتين متتاليتين منذ البرازيل في عام 2002، وأول دولة أوروبية تفعل ذلك منذ ألمانيا في عام 1990. وضد المغرب سجل راندل كولو مواني 44 ثانية بعد دخوله بديلا، وكان هذا ثالث أسرع هدف يسجله لاعب بديل في إحدى مباريات كأس العالم بعد إبساند للدنمارك ضد نيجيريا في دور الـ16 بمونديال 1998 و 26 ثانية، وريتشارد موراليس للأورجواي ضد السنغال في دور المجموعات في بطولة 2002 بعد 16 ثانية. وفوز كرواتيا 2-1 على المغرب يعني أن الفرق الأوروبية قد فازت الآن في كل من آخر 11 مباراة فاصلة لتحديد المراكز الثالث في كأس العالم منذ فوز البرازيل على إيطاليا في عام 1978. أما المباراة النهائية فشهدت العديد من الأرقام القياسية اللي هنتكلم عليها في الفترة اللي جاية. ففازت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة بعد ما فازت 1978 و1986 أيضا، وختامها ميسكي في 2022، 36 عام منذ آخر انتصار لها في عام 1986. فقط إيطاليا اللي قعدت 44 سنة منذ عام 1938 لغاية عام 1982 وكانت لديها فجوة أطول بين الفوز بكأس العالم مرتين. وفشل كل من آخر 3 أبطال وصلوا إلى نهائي كأس العالم في الفوز بهذا النهائي، حيث انضمت فرنسا إلى الأرجنتين في عام 1990 والبرازيل في عام 1998، وكان آخرهم فرنسا في عام 2022. وفازت الأرجنتين بركلات الترجيح أكثر من أي دولة في تاريخ كأس العالم، وهذا انتصار السادس من نوعه، وهو ثالث دولة تفوز بركلات الترجيح في نهائيات كأس العالم بعد البرازيل في عام 1994 وإيطاليا في عام 2006. وكانت هذه هي المباراة النهائية الثانية لكأس العالم، حيث سجل الفريقين
ركلة جزاء بعد 1994 ما بين ألمانيا وهولندا، وكانت أيضا أول مباراة على الإطلاق يسجل فيها الفريقين 3 أهداف على الأقل في مباراة واحدة، وتم تسجيل 172 هدف في كأس العالم قطر 2022، وهو رقم قياسي جديد في البطولة، وتجاوز 171 هدف في بطولة 1998 و2014. وكانت هناك 5 ركلات جزاء ترجيح في كأس العالم 2022، وهي أكبر نسبة في أي نسخة واحدة في تاريخ المسابقة. ومنذ تقديمها في عام 1982 أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية أفضل لاعب في البطولة في بطولتين مختلفتين في كأس العالم. وأصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في دور المجموعات ودور الـ16 والدور ربع النهائي والدور نصف النهائي والنهائي في نسخة واحدة من البطولة. وشارك ليونيل ميسي بشكل مباشر في 21 هدف في كأس العالم للأرجنتين، 13 هدف و8 تمريرات حاسمة، وهو أكبر عدد صريح من أي لاعب لأي دولة في النهائيات المسجلة منذ عام 1966. وظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراته رقم 26 في كأس العالم، وأصبح صاحب الرقم القياسي كأكثر لاعب يشارك في مباريات البطولة متجاوزا ماتيوس اللي لعب 25 مباراة. وأصبح مهاجم فرنسا كيليان امبابي 5 لاعب يسجل في نهائيين منفصلين لكأس العالم بعد فافا 1958 و1962 وبيليه 1958 و1970 وبول برايترر 1994 و1982 وزين الدين زيدان في 1998 و2006 ولديه 4 أهداف في نهائيات كأس العالم بشكل عام أكتر من أي لاعب. وبعد تسجيل الساحل ليون ميسي 2 ومبابي 3 أهداف، كانت هذه أول مباراة نهائية لكأس العالم على الإطلاق يسجل فيها كلا اللاعبين 2 على الأقل. وآخر أرقامنا القياسية أن أصبح مبابي تاني لاعب يسجل هاتريك في المباراة النهائية لكأس العالم بعد الإنجليزي جيف هيرست في بطولة عام 1966. لاحظنا في جميع الأرقام القياسية أن بطولة عام 1966 كانت فيها أرقام قياسية كبيرة جدا زيها زي بطولة كأس العالم قطر 2022. وعشان كده البطولة الأخيرة بطولة كأس العالم قطر 2022 هي الأمتع على مر العصور في بطولات كأس العالم. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن 78 حقيقة في كأس العالم قطر 2022. في النهاية نتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وان هو يكون فيه الكتير من المعلومات اللي تفيدكم في الرياضة وفي بطولة كأس العالم وبطولة كأس العالم قطر 2022 ايضا على وجه الخصوص. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين.